بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنبدأ الدرس الخامس. الدرس دوت هناخد فيه حاجات بسيطة بس مهمة جدا. هنتعلم فيه إزاي نستخدم الجايد والجريد. الجايد اللي احنا كنا بنستخدمه في فوتوشوب اللي هو طبعا بندوس كنترول ار علشان نظهر الرولر دي، اهي كنترول ار بشيلها، كنترول ار بضيفها تاني زي الفوتوشوب. في الفوتوشوب كنت بسحب الرولر من هنا كده كليك كده ودراج، فانا كده بسحب جايد، دي اسمها جايد. تمام، ببدأ ان انا احدد فيها مثلا الجزء اللي انا اي حاجة بحددها مثلا، فانا ايه بسحب كده وببدأ ايه اتعامل. طيب انا عندي هنا الجايد في الاستريتور مختلفة شوية، وافضل من الفوتوشوب بكتير. طبعا انا بتعامل معاها كأنها اوبشن عادي جدا، بقدر اديت في الجايد. انا في الفوتوشوب ما كنتش بايديت في الجايد، انا كل اللي بعمله ان انا كنت بسحب جايد على طول. لا دلوقتي مثلا انا بقدر اديت في الجايد. يعني ايه؟ انا دلوقتي عايز اعمل بروشور. البروشور طبعا زي ما انتم عارفين ان هو بيبقى متقسم مثلا 3 صفحات زي كده، وش وظهر، بيتكتب فيه ايه الحاجات طبعا بتاعت المحلات. مثلا عايز اقسمه كده بنسب معينه، يعني انا مش هقسم كده عيني كده مثلا والاقي مثلا قصد ده قد ده او ده مثلا اكبر من ده بشويه. لا انا عايز اقسمهم ايه بطريقه مثلا متساويه. فانا هعمل ايه؟ انا كل اللي انا هعمله ان انا هسحب الجايد دي واشيلها. على فكره انا ممكن ادوس على الجايد نفسها كده، كليك كده على الجايد وادوس ديليت من الكيبورد، اتشالت دي كمان نفس الحكايه اهو، ديليت من الكيبورد بتتشال على طول. طيب انا عايز اتعامل بنسب متساويه، هعمل ايه؟ همسك الجايد مثلا واحطها هنا. تمام، انا كده عندي جايد اهي اهي، او انا هجيبها بس ايه كده شويه علشان تبان. تمام، الجايد اهي عايز احركها مثلا بنسب بقى متساويه علشان اعمل البروشور بتاعي. فانا كل اللي انا هعمله هاجي كليك كده على الجايد عشان اكتفها يعني، وادوس كليك يمين عليها. طيب بعدين في حاجه اسمها ترانسفورم. ايه ترانسفورم دي؟ ترانسفورم دي اللي انا هعمل ترانسفورم للحاجه اللي انا بعمل عليها سيلكت، سواء الجايد او اي حاجه تانية. هدوس اي عندي ترانسفورم واختار ايه، اختار موف ان انا هحركها. في عندي روتيت، في عندي ريفلكت، عندي سكيل، الحاجات دي كلها هنستخدمها. طيب هاجي عند ترانسفورم اختار موف، هيفتح لي الاوبشن ده. طيب اول حاجه هعملها وانا مطمن لازما بريفيو. ليه بريفيو؟ عشان اشوف الحاجه اللي انا بعملها قبل ما ادوس اوكي. طيب انا عملت البريفيو، اجي عند الهوريزونتال واختار مثلا هاجي عند الهوريزونتال واختار مثلا 10 سنتي. تمام، واجي عند الفيرتيكال، انا مش محتاج فيرتيكال خالص، بخلي زيرو. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا اول ما دوست هنا اخترت مثلا 10 سنتي، فايه الجايد بتاعي اتحرك بنسبة 10 سنتي بالظبط. طيب هدوس اوكي ولا كوبي؟ انا هدوس كوبي. انا طبعا محتاج ان انا اعمل كوبي، يعني هسيب واحد هنا وحرك ايه واضيف واحد جديد، فانا هدوس كوبي. لو دوست اوكي ده هيتنقل زي ما هو كده. طب لو دوست كوبي، هو خد كوبي منه اهو، خد كوبي ونقله ايه 10 سنتي. طيب عايز اضيف كمان 10 سنتي. بص بقى الحتة دي، كنترول دي، ايه ده؟ انا دوست كنترول دي عمل الكوبي بنفس المقاس. انا عملت هنا 10 سنتي، دوست كنترول دي هو نقله ايه 10 سنتي. اقول لك على حاجه، لو دوست كمان كنترول دي اهو، كنترول دي كنترول دي كنترول دي، هلاقيه عمل لي ايه، عمل لي نسخ لي ال 10 سنتي دولت اهو، كنترول دي كذا مره. يبقى انا الاوردر اللي بعمله ممكن بعديه ادوس كنترول دي فهو بيكرره بنفس الايه الاوبشن اللي انا اديتهوله. طيب انا هرجع كنترول زد. تمام، انا كده مثلا قسمت البروشور بتاعي بنسب متساويه زي ما انتم شايفين كده، دي قد دي قد دي. تمام، ده الجايد. طيب الجايد ممكن يتحرك معايا من غير ما اقصد وانا شغال، لو انا سبته كده فهو هيتحرك معايا، انا مش عايز يتحرك معايا علشان ما ببقى عامله على نسب متساويه، فمش عايز يتحرك. بأداة الموف تول بتاعتي هسلكت على الكل كده، وهدوس كليك يمين على أي واحدة فيهم، وهعمل لوك جايد كده. الجايد بتاعتي ايه؟ مش هتتحرك.
عايز افك اللوك ده في اي وقت هدوس كليك يمين واختار ايه انلوك. بس دي فكرة الجايد، طبعا احسن من الفوتوشوب بكتير. تمام، ايه تاني؟ انا لو انا هرسم فيفضل ان انا اعمل حاجة اسمها من فيو شو جريد. شو جريد ايه؟ شو جريد دي لو انا دوست عليها فبتظهر لي الشكل ده. طب ايه الشكل ده؟ لو فاكرين كراسة رسم البيانات بتاعتنا لما كنا بنيجي نرسم زمان كانت بتبقى نفس الشكل ده. ليه؟ كنا بنقعد مثلا نحسب المربع ده سنتي كده يبقى مربعين 2 سنتي والكلام ده كله، فهي دي هتساعدني في الكلام ده في الرسم. طيب وبعدين انا يعني مفيش امكانيه مثلا ان انا اعدل المربعات دي، مثلا ممكن اخلي مربع سنتي، ممكن اخلي مربع اكتر من سنتي. طبعا عندك امكانيه انت تعدل، هتعدل منين؟ اروح على قائمه اديت واختار ايه البريفرنس اللي هو الاعدادات بتاعه البرنامج سواء في الستريتور او في الفوتوشوب. هاجي عند البريفرنس كده واختار حاجه اسمها جايد اند جريد. طيب فتح لي القائمه دي اهو، اختار بقى المقاس اللي انا عايزه، مثلا اهو 10 مللي 10 مللي، واللون كمان يعني شايفين انا ممكن اختار لون اللي هو اللون اللي انا شايفه ده، ممكن مثلا اخليه مختلف عن الجايد عشان لو انا عامل جايد ما تلخبطش ما بينهم، مثلا ممكن اخليه اي لون بقى براحتك انت تعمل بقى. اوكي دوس اوكي كده، ايه اختلف معايا عن الجايد اللي انا عاملها كده. بتبدأ ان انت ترسم. طيب انا بعمل زوم مثلا كده وعايز ارسم ريكتانجل اهي، ادي الريكتانجل تمام، واجي اجيب مثلا اي لون من دول واجي ارسم كده مثلا. تمام، عندي ايه تاني؟ عندي كمان حاجة في قائمة فيو، بدوس عند قائمة فيو واجي عند حاجة اسمها سناب تو جريد. بتعمل ايه سناب تو جريد دي؟ مجرد ما باكتفها كده واجي مثلا امسك من اي زاوية بأداة الموف تول واجي احرك كده، فهو بحس ان فيه مغناطيس، يعني اللي هو تحس ان فيه مغناطيس بيشد الشيب بتاعي، بصوا بيشده على الجريد اللي انا عامله. فهو دي ميزة ان هي بتظبط لي الدنيا، ما بتخليش مثلا حاجة ما بين الميلي ده والميلي ده تقف ما بينهم مثلا، لا هو ايه بيحاول ايه يظبط لي الدنيا احسن. دي بتنفعني كمان في الرسومات، عايز تشيلها في اي وقت انا باجي عندي فيو واختار ايه سناب تو جريد بشيل العلامه بس كده. طيب إيه عايز اعمل كوبي من الشكل دوت، بعمل ايه؟ بجيب اداه السليكشن بتاعتي وادوس الت ودراج زي الفوتوشوب. الت ودراج كده بيعمل ايه؟ بيعمل لي كوبي مثلا بالشكل ده كده، الت ودراج تاني هو عمل لي كوبي. ممكن مثلا نغير الشكل كده اي شكل كده مثلا. طيب احنا قلنا ان اداة الدايركت مثلا بتعمل سيلكت على نقطتين، انا هجيب اداة الدايركت سيلكشن واعمل كليك ودراج كده، فانا عملت ايه؟ اكتفت النقطتين دول بس واجي من النص كده واسحبهم مثلا كده مثلا يعني كده. طيب واجي دي كمان اكتف النقطتين دول كده ومن النص كده واسحب كده. انت ممكن تعمل صندوق مثلا يعني حاجة بسيطة جدا كده، ممكن تغير الألوان مثلا تخلي دي غامقة شوية ايش بقى انت عايز تعمل مثلا كوبي للشكل كله. الت ودراج بعمل سيلكت على الكل كده والت ودراج، هو معمول عليه سيلكت كله ودوس الت ودراج بعمل ايه كوبي. تمام، عندنا ايه تاني؟ عندنا ان عايزين نضيف صورة في الفايل بتاعي، يعني عايز اضيف صورة هنا، عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل كده ايه بليس لصورة واشتغل عليها. مثلا انا هشيل بس ايه الجريد اللي انا عملته ده مش محتاجه دلوقتي، عايز اشيله في اي وقت، فانا بشيل بعمل هيد جريد. تمام، عايز اعمل عايز اضيف صورة، هاجي عند فايل واختار بليس يا فين هاي بليس. بس الاول لازم اعمل بقى لاير تاني، يعني اللاير ده احنا قلنا ده بتاع الصفحة التانية
تمام، وده مثلا ده مثلا شغل انا عملته، فانا خلاص هخليه على لير لوحده وافتح لير جديد هعمل فيه ايه، هعمل فيه امبورت او سوري هعمل بليس واجيب مثلا الصورة دي كده. اول ما دوست على الصورة فهي دلوقتي معايا، انا لسه لحد دلوقتي ما دوستش اي حاجة، انا اخترت الصورة وهي لسه معايا، فانا هدوس كليك ودراج، كليك ودراج، فانا المكان اللي انا بسحب فيه ده هتنزل في الصورة زي ما انتم شايفين كده. يعني اديت الموف تول اهي، وادي مثلا الشكل دوت اللي انا عايز ارسمه مثلا. طب هرسمه ازاي؟ اول حاجة هعملها ده الشكل اهو، وادي اللير بتاعه. اول حاجة هعملها علشان ابدأ اشتغل او ارسم حاجة، فانا هاجي عند اللير بتاعه اللي هو ده، وادوس هنا كده في المكان الفاضي ده كليكتين كده ادي كليكتين. واول حاجة هعملها تمبلت. طيب ايه تمبلت دي؟ الحاجات دي هنعرفها من الدروس الجاية ان شاء الله بالتفصيل. اول حاجة اعملها وانا مغمض تمبلت. تمبلت هتعمل ايه؟ هتكتف لي حاجة اسمها تمبلت، والديم ايمج 50% دي ايه اللي هو نسبة الاوبستي الشفافية بتاعت الصورة، وهتعمل لوك. طب لما اجي ادوس اوكي مثلا، هو عمل ايه؟ هو قلل الاوبستي بتاعها 50% وعمل لي لوك. ليه؟ علشان ما يتحركش وانا برسم. طيب ارسم ازاي بقى؟ احنا لسه مبتدئين، يعني موضوع بسيط جدا جدا. هجيب اداة الاليبس، تمام، ادي اداة الاليبس. هي مش شغالة ليه؟ مش شغالة ليه؟ علشان انا واقف على اللير معمول عليه لوك، المفروض بقى ان انا اعمل لير جديد ابدا ارسم عليه، تمام. ده اللون اللي انا هبدا اشتغل بيه. انا لو انا عايز اغيره مثلا، او ممكن ايه اخليه نون، واخلي بس الستروك اللي يبان قدامي علشان ما ايه ما يلخبطنيش، وابدا مثلا اعمل كليك ودراج كده مسطره كده، وانا داس على المسطره فانا ببدا احرك قبل ما اسيب ايدي، تمام كده مثلا. انت بتشوف كل فكره الرسومات على الاستريتور، انت بتشوف الرسمه. ادي مثلا الشكل ده. العين، العين نفس الكلام كده مثلا، والعين التانية نفس الكلام. الجزء دوت مثلا هرسمه ازاي؟ ممكن اعمله بأداة البين تول. طب البين تول احنا المفروض ان احنا متعودين عليها من الفوتوشوب، ما ينفعش تخش الاستريتور من وانت مش عارف حاجة عن البين تول، هيبقى الموضوع صعب عليك. بس مبدئيا يعني احنا كده كده هنشرحها في الاستريتور تاني. بس مبدئيا هنشتغل بيها دلوقتي بطريقة مختلفة شوية. كل اللي انا هعمله كليك كده، كليك 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 كده، تمام. نفس الكلام هنا، كليكات كده كده كده. طيب وبعدين بقى اعمل ايه تاني؟ ابدا الون مثلا علشان اشوف الشغل بتاعي مثلا كده. ندي لون مثلا اصفر كده، العين بقى أبيض بلون أبيض، طبعا ناقص لسه كل كده. دي العين أهي، اللير بتاعها أهو، لو عايز تخفي كده أو تظهر. أنا هخفي العين والدايرة على ما أعمل النن الأسود ده كده. دول هيبقوا بلون اسود. طيب انا ممكن بأداة السيلكشن وادوس على الشيب ده، وانا دايس شيفت ادوس على التاني، فانا بحدد الاتنين مع بعض. هشيل الاستروك مش محتاجه واخليه بلون اسود، واجي عند العين بقى ابدا اظهرهم كده. ممكن شيفت كده على الاتنين دول، وابدا اشيل الاستروك مثلا. لا انا ارجعهم تاني والله ما علينا. مش عارف الجناحات ولا الودان ديت ايه. دي مثلا هنديها اي لون كده مثلا، مثلا باللون ده كده اهم، هما دول. فانا ايه
هعمل عليهم سيلكت بالاتنين كده بالكنترول واسحبهم لتحت، خليهم تحت ايه، تحت الدائرة الصفراء. طيب وبعدين هعمل زوم بقى واشتغل كده، هجيب اداة دايركت سيلكشن، دايركت سيلكشن اهي، واجي كليك. طيب هعمل ايه، اقوم جاي هنا مثلا عند النقطة دي واكتبها، كليك على النقطة دي بس بالدايركت سيلكشن، وهلاقي طبعا دي كده ومعاملها مثلا كده، اقوم جاي على النقطة دي كده نفس الكلام، واجي هنا اقوم عامل سيلكت على النقطة دي لوحدها، واقوم جاي عامل كده، اجي عند النقطة دي لوحدها وعامل كده. شايفين الدنيا بسيطة ازاي؟ طبعا الأداة دي مهمة جدا. العين بقى لو بس زي الفل كده، مثلا عايز تعدل على النن دوت، فانت برضو بالدايركت سيلكشن بتبدأ تمسك كل نقطة كده تتعامل معاها كده، مثلا زي ما كانت معمولة مثلا، لا مكانتش مظبوطة أوي. طيب المرة الجاية أو في الدروس اللي جاية إن شاء الله هنبدأ نتعلم بقى في البين تول إزاي نستخدمها عشان نعمل الشغل ده بقى أحسن من كده. طيب الرجل صح، إحنا ما عملناهاش، إحنا ممكن نعملها بالبين تول كده، نيجي ورا كده إيه، ورا الدايرة اللي هي اللي تحت الدايرة على طول، وأبدأ مثلا بلون أسود كده كده هتعامل مع الستروك، فأنا هعمل نان للفيل بتاعي ده الستروك، وتكليك كده مثلا، مثلا يعني كنترول وكليك بره في اي حته فاضيه علشان اعمل شكل جديد. طبعا الحاجات دي كلها هنعرفها لما نتعلم البين تول. كليك بره كده وانا دايس كنترول اهو كده 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 كده، واقوم دايس كنترول وادوس كليك بره في اي حته فاضيه كده، تمام. طلعوا فوق الليرات ديت، فانا ممكن اسيلكت عليهم كلهم وانزلهم تحت ايه كده، ممكن كمان اعمل سيلكت عليهم بالاداة سيلكشن وادوس شيفت كده، واجي هنا عند الاستروك وايه اكبره، تمام. بعدين اشيل بقى الصورة اللي تحت، ممكن ندي العين استروك بقى عشان تبان، والكلام ده كله انت ايه تعامل بقى. تمام، ده درسنا النهارده. إن شاء الله وصلنا الدروس التانية، هنبدأ بقى إيه نستخدم البين تول، نبدأ نرسم أكتر. والسلام عليكم ورحمة الله.